يودع محمد أبو دقة من تبقى من عائلته تحت صدمة هول الفاجعة. القصف الإسرائيلي وعلى مدار السنين لم يبق له سوى اثنين فقط من أصل عائلة مكونة من 30 شخصا. إخواني وأولاد إخواني وعائلتي كليتا هاي في 2014 استشهدوا 18 نفر من أهلي وهي كملوا عليهم الباقي اليوم كليتهم بجضايل اللتين من ما يقارب 30 نفر. الغارات الإسرائيلية العشوائية لمناطق عدة في قطاع غزة قضت على عائلات بأكملها، بعضهم قصفت المنازل فوق رؤوسهم وفارقوا الحياة سويا، ومنهم من طالهم القصف خلال نزوحهم لمناطق آمنة. لما توجهنا إلى خان يونس مع أهلي وهذا كنا 17، لما انقصفنا وكلهم راحوا غدروا فينا اليهود ضلينا من 17 نفر 4 انفار. الصحة الفلسطينية أفادت بأن مئات العائلات أبيدت منذ بدء إسرائيل غاراتها رداً على هجوم حماس. عدد القتلى تجاوز 5087 فلسطينياً، منهم 2055 طفلاً، إضافة لإصابة أكثر من 15,000 شخص بالجروح، فيما القصف الإسرائيلي على غزة متواصل حتى هذه اللحظة.